تحضيرات راهي تفوت مليحه، تحضيرات كيما لي ماتش، كيما لي ماتش الاخرين، ما عندهاش سبيسياليتي ولا تما. ان شاء الله احنا نكونوا واجدين للماتش هذا تاع الصيف اللي يهمنا بزاف، ويخلينا نبداو مرحله الاياب هذه ان شاء الله باش نكونوا بقوه ان شاء الله، ولما لا ان شاء الله باش نفرحوا لي سيبورتير تاعنا بلي 3 بوان ان شاء الله. راهين تواجهوا فريق اللي راه في ازمه. والله ما يهمناش حنا الازمه تاع الصيف، ولا حنا يهمنا ربحتينا حنا كي نكونوا في نهارنا ان شاء الله. هذه تاع ازمه ونسمعوا الناس يحكيوا ويقولوا في مشاكل ومنا، حنا ما هذا الشيء اللي ما ان شاء الله ما يخليناش نبعد على المقابله هذه. ان شاء الله احنا نكونوا واجدين 100% ان شاء الله. هذه بلال الكل يعني يعرف امكانيات بلال بن ساحه، يعني مازال ما شفناش الوجه الحقيقي لبلال يعني في شبيبه القبائل، شنو هو يعني نقول المشكل يعني الخلل تاع بلال بن ساحه انه مازال ما شفناش المستوى المعهود تاعو؟ والله واش حبيت نقول لك، الواحد هو يخدم ثم مازال ما لقيتش مازال ما لقيتش الديكليك تاعي. ان شاء الله مازالوا لي ماتش ان شاء الله، ونعاود نولي ان شاء الله بقوه، لما لا، عندي كونفيونس في روحي وان شاء الله نعاود نولي خير من اللي كنت ان شاء الله. اون بو دير كي بلال بن ساحه بزوان دام بيت بور سي ليبيري. ان شاء الله انا مازال بيت ان شاء الله، البيت هذاك اللي يفتح كلش ان شاء الله باش نعاود نولي النيفو تاعي ان شاء الله.